أكلة غزت موائد العراقيين واحتلت قلوبهم، جعلت البعض يفكر مرتين قبل شرائها. تكلفتها باهظة أفرغت جيوبهم، ورغم أنها تزرع في جميع أنحاء البلاد إلى أن سعرها بثلاثة أضعاف سعر كيلو اللحم. أكلة كليوباترا المفضلة البامية أو البانية في بعض المحافظات، تعددت أصنافها ويفضلها كثير من الأهالي، ذات رائحة زكية خصوصا عندما تتسلل عبر فتحات مبردات الهواء لتملأ رائحتها المميزة المنزل. نزرع البامية من يبدا تاريخها 18/3 فما فوق، حتى شنو لحق شويه بوقت على السعر. اي بالبدايه طبعا نسوق القاع دسك ونرد نضربها، عندنا خرماشه، احنا نقول له خرماشه، تكاليف ونرد من بواري وصوندات، تكلفه طبعا على كله شغل يدوي. من نبدا لحفرها ونفتحها ونحط لها كيماوي، تبدا عاد ان شاء الله هي 90 يوم تحوش البانيه، 90 يوم تحوش. هاي ما شاء الله البانيه مالتنا احنا زرناها 5/1 5/3 حشنا. احنا زراعتها تبلش من شهر الثالث الى شهر الخامس او فوق شهر الخامس تقريبا، نص او ربع شهر الخامس يلا تبدا تغطف بها على تحويش شوي شوي، عاد بعدين تزداد، لان لازم زراعتها تصير من متاخره على مود شنو الجو مالها مناسب. بس كبيب زجاجيه لا، ليش يزرعونها من وقت؟ لان تلقى دفو وتلقى مدارة. في بدايه نزولها يصبح هذا النوع من الخضار حديث الشارع، خصوصا التقليديين في الاكل العراقي ومن يلومهم على ذلك، ولكن مهلا لما سعرها مرتفع إلى هذا الحد. والله كله شلون اكتفاء ذاتي، كله من الجيب، ماكو شيء، الدولة ماكو دعم، كيمياوي غالي، كله على حسابنا هاي احنا هاي شغلنا هيش. بس احنا شوية يعاونونا، شوية كيمياوي ينزل سعره يرتبون وضعنا، هي الفلاح يرتاح. والمي والله عندنا سنة قطاع بالنهر الرصاصي يصير 7/7 ولا يلون لا 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 الطن ب3 ملايين 3.25 ملايين الطن 5 ملايين، كلها هاي كلها حسب البانية. الفلاح هو شنو شاف معاناة من عدها، يا الله اجت ويا الله صار الهرش، وما حاجة على الزراعة او كدعم، ماكو دعم للفلاح من اي مكان، لان بين ما تصدر البامية يريد سماد ويريد تعب مبيدات، فما جاء دعم للفلاح بأي شيء من أي جهة زراعية. يبقى العراقي يفضل تلك التي تشتهر باسم البتراء لتغري عيونه قبل بطنه، رغم ارتفاع سعرها وتوفر نظيرتها المستوردة التي تباع بسعر بخس مقارنة بتلك العراقية. بالنسبة للغلة مال البامية، الغلة البامية واقع بها المواطن، المواطن هو اللي واقع بها. أول ما تنزل البامية للسوق سعرها 45 إلى 40 ألف دينار، لأن يصير رغبة عليها أول نزول للسوق، بعدين يقول تنزل تدريجيا من 40 إلى 35 إلى 30 إلى 20. دائما احنا نشوف احنا نلاحظ السوق دائما المستورد أرخص من المحلي. ليش؟ تحكي ويا الفلاح، الفلاح يقول أنا الدولة ما تدعمني، أنا من أزرع البامية البامية خسارة علي. احنا نزرع باميه، احنا نقول لها بغداد، اكو قسم يزرع بترا وقسم باميه بغداد. تنزل هي 40 وبعدين 35 و30 وترجع يوم عن يوم تنزل، يوم عن يوم تنزل. ولا الايرانيه رخيصه 2.5 ب3. تجيك البانيه المستورده اول شيء ضعيفه، ما بيها نكهه مال مواد محفزه، مال مواد منشطه، بس هاي لا، تجيك مواد بصولها ومرتبه والفلاح يعرف شلون يزرع. بانا درجة أولى وبانا مرتبة، بانا زرقاء، بانا زرقاء، وحاول يحوى الصبح يحمل بالعشرة، زرع ما يبات عندنا احنا. وأنتم أيها السيدات والسادة، برأيكم
ما سر ارتفاع سعر البامية مقارنة بفواكه وخضار ومنتجات قطعت محيطات وقارات وشحنت عبر سفن وطائرات؟